هذا العدد من برنامج فوكوس المخصص لليابان سنحاول أن نفهم على نحو أفضل كيف ولماذا الاقتصاد العالمي الثالث استمر بجذب المستثمرين ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم. السوق اليابانية مكان حقيقي لاغتنام الفرص. السوق الداخلية واحدة من عوامل القوة في اليابان، إنها غنية ومتطورة. البلد يمتلك أعلى قوة شرائية في قارة آسيا. نبدأ من هنا في منطقة التقنية العالية تسكوبا بالقرب من طوكيو، في مركز للبحث والتطوير متخصص بمعدات السيارات. الآن العمل جار على اختبار لنظام التوقف الآلي. هذه المجموعة موجودة في 30 دولة، تم تأسيسها في اليابان منذ 20 عاما. حين جئنا إلى هنا في العام 85 من القرن الماضي كنا حوالي 10. اليوم لدينا حوالي 2800 موظف، 9 محطات و3 مراكز للبحث والتطوير. اليوم اليابان هي في قلب استراتيجية نمو الأعمال التجارية هذه. شركات صناعة السيارات اليابانية تمثل 30% من الطلب العالمي. اليابان تستثمر 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير. تسويق هذه الشركة يرتكز على الابتكار، لذا إنها في آسيا. سر نجاحنا في اليابان هو المزج بين النهجين الياباني والغربي، التزاوج بين تقليدنا الأسطوري للتصنيع ونظام الإدارة العالمي لشركة فاليو. أنا مقتنع بأن هذه الكيمياء هي التي تعمل. الآن سنتوجه إلى كوبا. هنا يوجد العديد من الشركات المصنعة لمحركات القوارب. شركة نمساوية متوسطة الحجم استقرت هنا منذ 3.5 سنوات بعد أن غزت الأسواق الصينية والكورية الجنوبية بشكل خاص، معترف بها عالميا لتقنيتها في تصميم قطع غيار المحركات. حين وصلنا إلى هنا أول شيء قمنا به هو توظيف شخص يعرف السوق والزبائن اليابانيين. بفضل شبكته تمكنا من التعامل مع الزبائن، وهذا أمر أساسي. عند تأسيسها هذه الشركة استفادت من دعم رئيس بلدية كوبا الذي مثلا وفر الدعم لجزء من أول إيجار لها. هذه المرحلة الانتقالية تسمح للنمساويين أيضا أن يفهموا الأبعاد الخفية للثقافة اليابانية. في اليابان هناك قول مأثور يقول الزبون هو الملك. هذا يعني يجب عدم الضغط عليه خلال المفاوضات، بل معرفة طريقة شرح مزايا هذه المنتجات. أنا مقتنع بهذا. مفهوم الخدمة أمر أساسي لليابان. الجودة يجب أن تكون فائقة. الاستقرار هنا من المهم أن يكون بمصاحبة وكالات حكومية مثلا. نقدم خدمات للاستشارة المجانية. هناك مساحة مكتبية مجانية لمدة 2 شهر، كما أننا نلعب دور الوسيط للعثور على شركاء أعمال في اليابان. برنارد الماس يدير أقدم غرفة تجارة أوروبية في اليابان. بالنسبة له من أكبر الصفات هنا ولاء العرض الياباني في الأعمال التجارية، علاوة على أن اختراق هذه السوق يعني الحصول على نوع من التسمية. إنها سوق مختبرية، سوق يمكن المجيء إليها لاختبار أفكار جديدة ومفاهيم جديدة. إذا سارت الأمور سيتم تطويرها. إنها سوق مرجعية لبقية الدول الآسيوية. في العديد من الأعمال التجارية هناك علاقات وثيقة بين زبائن الشركة في اليابان والشركة ذاتها في دول آسيوية أخرى. أفكر في الصين وبجنوب شرق آسيا على وجه الخصوص. حاليا اليابان تتفاوض على اتفاق شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. هذا سيعمل على تسهيل الاستثمار والدخول إلى هذه السوق بقوة.